احنا عندنا الانفعالات النفسيه مثل الخوف والقلق هي اهم العوامل اللي تاثر على الطالب بشكل سلبي، من خلال الطالب من خلال مثلا يواجه صعوبات مثلا تاجيل امتحانات او فد كذا نتائج قربت، فراح يولد عنده فد توتر نفسي، او كانت الاسئله او اللي في كان يعني يمتحن بها الطالب تكون صعبه، فتولد من عنده مجموعه من الانفعالات الداخليه اللي تخلي من خلال الطالب انه يقوم بالتجاه الامور يعني الانفعالات يعني بداخله، مثلا الابتعاد عن الاصدقاء والمشاكل النفسيه اللي ولدها مع الاهل، فهذا الشيء هو سلبي على الطلاب. احنا تعرفي انت كثير من المدرسين اللي حاليا والمعلمين الموجودين بالمدارس هم ياخذون دروس خصوصيه، فبعض الاخر يقارن المدرس يقارن نفسه بالمدرس الاخر، مثلا مدرس الفيزياء طلع نسبه نجاح في 80، مدرس الرياضيات يحاول يحث طلابه ويولد عليهم ضغوطات حتى يحصل على نتيجه نسبه في النجاح مقاربه او اعلى بالمدرس الاخر، فالمدرس هو مصلحته الشخصيه امام المدرسين الاخرين، ولكن يولد ضغوطات على الطالب من خلال حثهم على الدراسه. الطالب هو عنصر ضعيف بالمدرسه لانه الضغوطات اللي يواجهها من خلال الاهل، بس يعني ما جاي يراعي، ماكو احد جاي يراعي اللي الوضع اللي جاي يمر به الطالب من خلال امور الدراسة وخلال الأدوات اللي من خلالها يقدر الطالب يدرس وتوفير سبل النجاح. يعني ماكو أي سبل النجاح من خلال الدراسة، حتى الأهل مبتعدين بسبب ظروف المعيشة اللي صعبة اللي يعيشوها الطلاب. أغلب الأهالي ما جاي تراقب أبنائها من خلال يعني الانشغال بالهواتف النقالة والانشغال بالخروج عن المنزل والسهر لفترات طويلة خارج المنزل.